انا اول اغنيه قدمتها للجمهور في اول البوم هي سهران معك الليله اللي هي تونسيه، والحمد لله يعني حققت نجاح والحمد لله. ايضا في الـ في الـ في الالبوم اللي عملت اغنيه اللي هي اغنيه البنيه التونسيه اللي هي حققت نجاح كبير في تونس والحمد لله. بون كيما قلت سيادتك ما احناش مركزين برشا برشا على الاغنيه التونسيه او على الاغنيه المغاربيه، لكن ان شاء الله هذه يعني ما زلنا في اول خطواتنا، يعني عندي 4 سنين تقريبا في المجال الفني، ما زلنا في اول الطريق ان شاء الله، مع الوقت مع الخبره ان شاء الله قدموا اغاني توسيعه اكثر ان شاء الله. منور مصر، لا انا بيك اول مره معنا، خالد عيسى ربنا يسعدك. شرفوا. الحقيقه من وقت البرنامج الشهير وكان واضح في ملامح لمشروع فني له شخصيه وملامح واضحه. لكن مع تجربتين الالبومين الحقيقه المساله لسه حاسين ان احمد بيتحسس المساله اكثر من انه يقول انا ملامحي كذا او قادر ان انا اعبر عن تراث او مدرسه موسيقيه محدده. برغم ان الاغاني فيها طبعا الحاجات المهنيه بشكل كويس جدا وعلى المستوى النقدي كمان، لكن هو سؤالي بس مصب على ملامح مشروعك انت الفني، يعني ماذا تتمنى ان تقدم فيما بعد وايه اللي تقدر محدد افكار من دلوقتي. شكرا. انا قلت قبل في عديد البرامج التلفزيونيه كون وقت اللي عملت بعد ستار اكاديمي وقعت الكونترا مع شركه انتاج بشركه اداره اعمالي، كان الاتفاقيه انه اول البومين هي نقدموهم للناس، يعني خليوا الناس يسمعوا من جميع الانواع، وبدايه من الالبوم الثالث باش نعمل ستيل اللي يليق بيا واللي انا نحب نوصل فيه عديد الافكار. فان شاء الله من بدايه من هذا الالبوم اللي مش يجي ان شاء الله اللي هو الالبوم الثالث ان شاء الله باش تكون ملامح بانت، وباش تكون هذه هي الشخصيه الفنيه ان شاء الله اللي مش نتبعها في 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 مستقبل يعني فني ان شاء الله. وان شاء الله يعني هي فيها عديد الافكار الجديده واللي هي مفاجاه نوعا ما، لكن ان شاء الله تعجب الناس. انا سؤالي عن الملامح والافكار، بتتخيل ايه او تتمنى ايه اللي ما هو في من قبل ما نزل الالبوم الاول في كانت عندي في فكره انه نزل نوعيه اغاني معينه للناس، فاداره اعمالي قالت لي لا مش وقته الشيء هذايا، بعدك صغير وبعدك في اول الطريق. فاول حاجه كما قلت لك اول البومين نحن يعني جيبوا الناس لعنا، يعني خليوا الناس يسمعوا اللي هم عاوزين يسمعوه، لكن بدايه الالبوم الثالث ان شاء الله ان شاء الله نحن مش نمشي وندخلوا على الناس ونوريهم فكرتنا اللي هي اكيد 100% شبابيه لكن بطريقه جديده ان شاء الله. سؤال اخير بس هي مجرد ملحوظه، واضح ان الخطوات فيها فكر تجاري او تسويقي اكثر منه الفكره الفنيه في حد ذاتها، يعني اتفاقك مع شركه روتانا ان احنا نقيس النبض وتبقى الفكره في التسويق الاول قبل ما ابدا افكر في ايه هي ملامح مشروعي الفني. لا هي بكل صراحه مش قصه تسويق او حاجه، لكن يعني نعرف كون الساحه الفنيه في عديد الفنانين والفنانات موجوده حاليا يعني بكثره جدا اكثر مما كانت عليه من 10 سنين ومن 15 سنه، فواحد باش يكون انتريسون او بيكون يجلب الانتباه لازم يعمل حاجه، اول حاجه لازم تكون حاجه على الاقل معروفه للناس مش حاجه مفاجاه جدا، لانه كما قلت لك انا الحاجه اللي نحب نعملها ان شاء الله مش تكون فيها مفاجاه، مش تكون فيها يمكن الناس تقبلها يمكن الناس ما تقبلهاش، لكن عندي ثقة في روحي وأكيد يعني ثقتي في الله كبيرة سبحانه وتعالى إنه إن شاء الله هذه ما دام هذه حاجة أنا نحبها ونحب نوصلها للناس إن شاء الله قدرة ربي باش توصل، لكن ماهيش فكرة تسويق أو فكرة أي حاجة من النوع هذا يعني. ازاي قدرت يعني تكمل اغنيتك بعد ستار اكاديمي؟ ستار اكاديمي برنامج بيخلي الانسان لمده 4 شهور وبعد كده ما بسمعش عنه. انا من الناس اللي كنت بتصفيها ستار اكاديمي وبقيت في الفاينلز وما دخلتش، فعارف التجربه عامله ازاي. فعشان كده انا عايز اعرف انت ازاي قدرت توفق بين عقد الاحتكار المكلف جدا في اداره الاعمال وازاي قدرت تكمل اغنيتك؟ شكرا. والله ديما نقول يعني الفضل الاول والاخير يعود لله سبحانه وتعالى، هذه في الاخر يعني كلنا اجتهدنا، عديد النجوم اللي طلعت من عديد البرامج التلفزيونيه اكيد كلهم اجتهدوا على حالهم وكلهم حبوا يوصلوا للنجوميه ولو انه ما زلنا ما وصلناش يعني كوميل فو،
لكن ثم اليد الإلهية في الموضوع. يعني رب سبحانه وتعالى إذا حابب إنه شخص يوصل قدرة الإله يوصل، إذا رب مش حابب يعني لو عنده ملايين الدنيا وعمل ملايين ألبومات مش حيوصل. يعني دي مقولة أنا الفضل الأول والأخير لله سبحانه وتعالى. أكيد اشتغلت أكيد بون إدارة أعمالي ساعدتني برشا، واللي هو الكونترا اللي بتحكي عليه أنت مع الـ LBC ومع إدارة الأعمال صعب شوية، لكن لا مفاهمتنا معهم كانت تجربة باهية وتجربة ناجحة، وإن شاء الله ربي يكمل يخليني نوفق إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. شكرا يا حبيبي. مساء الخير يا احمد، ومنور في مصر. وبدايتي بقول لك منور في مصر، يعني عايزين نشوف احمد في مصر ان شاء الله. السؤال الاول، انت ليه مقل حفلاتك في القاهره او بالتحديد في مصر عامه؟ السؤال الثاني، احمد شفناه طبعا في ستار اكاديمي وكان له شخصيه فنيه بارزه وباينه، كنت قادر انك تأدي الاستعراض تغني، وكمان كنت بتطبل او كان الايقاع هو بدايتك. انا عرفت بعد كده ان احمد ابتدى يتعلم 4 آلات موسيقيه. نعم. بجانب ان هو بعد ما ابتدى كان له فكره طبعا في البدايه او في ستار اكاديمي عن ان الوسط الفني عامل ازاي. كنت بتحلم وانت صغير طبعا ان الوسط الفني ده حاجه فنان مرتاح بيسافر ويخرج، لكن لما احتكيت بالوسط الفني عرفت قد ايه تعب الفنان بتعبه. هبتدي يعني فكره اولا ان احمد ليه اتعلم 4 آلات موسيقيه، بجانب ان هو لما كان من احتكاكه في الوسط الفني ابتدى يتعلم الكتابه ثم الالحان، وابتديت فعلا تلحن وتكتب دلوقتي. السؤال الثالث، معلش، التمثيل. انا عارف ان اتعرض عليك مسلسل كويتي ما اتعرضش. طيب دلوقتي شخصيتك الفنيه واحد بيمثل وبعدين شخصية مفكوكة يعني تقدر تأدي كذا دور، ليه ما فكرتش انك تمثل؟ وهل عقدك مع الشركة موجود فيه شرط او عدم التمثيل الا بموافقة الشركة؟ وهكتفي وبعد كده هنبقى في لقاء ان شاء الله اسألك اكتر. شكرا. ثانك يو. هجاوب على السؤال الاخير سهل. اول حاجة ان التمثيل مع الشركة ما عندها حتى دخل بقصة توافق او متوافق. جاتنا عروض تمثيله كمان من مصر من هنا، ولكن الوقت ما قيناش كون الوقت المناسب باش واحد يمثل. اون بلوس يعني السيناريوهات اللي جاوا ما كانوا اثنين، يعني السيناريوهات اللي جاوا عاديين، يعني ما شفتهمش انه فيهم حاجه بسبيسيال. وان شاء الله مع الوقت يمكن كان تقدم لي سيناريو حلو وحاجه حلوه يمكن ان شاء الله. على حكايه دومين الفن صعيب، كنت مفكر انه دومين الفن بكل صراحه، كنت مفكر انه الفنان يدخل الاستديو يحط الأغنية يسافر يغني على المسرح ويرجع، يعني كله راحة وضحك. أكيد فيه عديد الحوايج الباهية اللي هي السفر وعلى طول يعني على المسرح والعالم وفرحة، لكن فما التعب اللي هو تعب تحضير الألبوم اللي هو فاجأني جدا. كان أف يعني نعديه بالشهور، يعني وانت بالستوديو من ملحن ومن شاعر لشاعر، فكان مش سهلة يعني. وعلى قصة العزف والتلحين والكتابة، مخالطتي لعديد الشعراء والملحنين في لبنان وحتى هنا في مصر، كنت مندهش جدا من طريقة الملحن كيفاش يلحن، لأنه عديد الملحنين كانوا بيلحنوا قدامي، وعديد الشعراء كمان كنت نعزم عديد الشعراء والملحنين عندي بالبيت، فعديدهم كانوا يلحنوا يكتبوا قدامي بالبيت، فاستهوتني الفكرة، قلت عليش لا ما بكتب أو ما بلحن، جربت. أكيد أول التجارب كانت يعني عرفت يعني انه اولاد صغار يعني عرفت. فاكر اول اغنيه كتبتها؟ لا بس فاكر انه من اوائل الاغاني اللي كتبتهم سمعتهم لاصحابي، فلقيتهم بيطلعوا فيا كده انه ايه ده عرفت. بس كملت يعني، قريت كثير اشعار ودرست موسيقى لسبب تلحين. رحت تعلمت عديد الالات الموسيقيه اللي هي البيانو والعود والجيتار، والحمد لله جربت وقت لقيت انه فما اشياء حلوه يمكن تقدم للجمهور قدمتها، والحمد لله من بدايه من الالبوم الثالث ديجا عندي عديد الافكار اللي هي افكاري الخاصه، اللي هو ستيل جديد اللي نحب نعمله ان شاء الله، في عديد الاغاني اللي في اللي هو من الحاني ومن كلماتي، وان شاء الله يعني يعجبوا الناس. معلش سؤال بقى اخير، حد فرصه كل الزملاء. بالنسبه دلوقتي الفنانين كتير الحفلات اللايف، في ناس بتفكر باسلوب جديد دلوقتي ان هو تقدم بشكل جديد الحفله. زمان كنا بنشوف المطرب واقف ورا الفرقه بيغني بس اداء كده، ولا يمكن حتى الستايل بتاع المطرب
البدله، دلوقتي بقى فيه المطرب بيتحرك وكل ده، احمد بيفكر ازاي يقدم الاغنيه على الستيج او في مكان مفتوح؟ هل بالشكل اللي احنا عتدنا عليه ولا بيفكر في افكار جديده؟ هيكون بشكل جديد جدا. ده من 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 الاشياء الجديده اللي هنقدمها، اللي قلت لك ان شاء الله تعجب الناس، اللي هو طريقه الشو على المسرح، مش بس اغاني، هو شو كبير يعني. فيه الرقص، بس الرقص يعني، فيه الغنى، فيه الطرب، فيه كل حاجه، بس بطريقه تكون حلوه ان شاء الله. نشوفك قريبا في مصر حتى باذن الله. ان شاء الله. شكرا. ثانك يو.